حياكم الله يا المرأة المرأة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم المرأة؟ طمنا عليكم إن شاء الله مستن إن شاء الله من أفضل الأفضل. طبعاً معلش تأخرت على الرياكشن تبع أرجنتي وكلنا طبعاً ننتظره، لكن للأسف في ظروف معينة مكتوبة لكم بالتعليقات عشان تشوفون اللي أنا ما قدرت أرفعها من أول يوم، لكن مش مشكلة إحنا ما تأخرنا. المهم إحنا نشوف اللايف ونشوف الرياكشن إيش عندنا هنا مع الجمال دقيقة خلي شغل السماعة، حتى السماعة شغلتها. يلا يلا يا رب الأصوات تزبط. إيش صاير؟ أوكي يا رب تسمعون. We stand against ill repute. يا لبّة. Champion, how renowned. تعمرين. Longingly. واو. واو. The beauty is universal. She is within our grasp and beyond the expanse of the cosmos. Argenti of the honor clad swears to you. The beauty. يا لبي البخامة وربي بخامة. لا لا دقيقة دقيقة ارجع 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 ارجع. She is within our grasp. اخ يا البخامة اخ يقطع يوم البخامة. The beauty. Woo! جمال جمال. شوف هنا حاطين لنا فيزيكال، احس انه هو فيزيكال ما هو كوانتم ولا بحاجة ثانية. ما ادري ايش حاطينها باللون الاحمر كان فاير بس عشان تناسب الثيم على الاقل. مرة 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 ديزاين رهيب يا اخي. يا ساتر يا ساتر. بس انقهرت من شغلة معينة للامانة، في شغلة قهرتني بقوة كمان اللي هو ايش؟ الموسيقى. مفروض نزلت الموسيقى كذا فترة انهم يبعدون الكاميرا عشان تبين الشخصية كاملة، بس بدت الموسيقى وما غير. احس 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 قهروني بهذا الشيء. سمعت الدين ذي مفروض الموسيقى هنا مفروض انها تورينا الشكل الكامل حق الشخصيه، بس لا ما ضبط هذا الشيء. ما ادري ليه احس اني منقهر. بس جمال شفت كل الموسيقى احس متاخره شوي، بس الموسيقى جميله. Legend tells of a lone beast deep in the stars called the Omen of Evil. It has scales tough as armor, minions keen and powerful, but it has a knight's spear lodged in its bones. Ooh. On the land at the end of the universe. Fighting monsters, I can do that too. It seems that you also have the qualifications of a knight. But forgive me. Woo! Worms! We must part ways. It is my fate to cross the stars alone. Boy, عمري! يا اخي شن جمال. My faith is unbreakable. هذا الاولد سكيل هذه. I vow to make the beauty echo throughout the universe. واو واو يا لو واو الالتيميت فور اتريلا. يا اخي ديزاين رهيب. اه ليل كراهه. Until I see that light once more, I shall protect beauty everywhere. يا عمري الفخامة والجمال. صوته جميل. What was he doing here again? Just the night of beauty passing by. الله شوفك يا تسرل نايس. طبعا الشيء الرهيب في العرض تبع أرجنتي انه هو مو بس انه عرض للشخصية، كمان ترى هي في كمية عباطة رهيبة، لانه يقول لك ان النايتس اوف بيوتي اللي هم المحاربين حقين الجمال البيوتي، طيب هم يعني شخصيات زي كذا مره اوفر على نفسهم وكذا. انتم تلاحظون اصلا التريلر كلهم ما كلمهم، ترى هو جاء تكلم قاتل ومشى على طول. ما كلم احد. ولو تلاحظون هنا العباطه لما جاي يعرف عن نفسه بعد الموسيقى وقفت، لانهم قاعدين يقولون ان شنو يعني محاربين الجمال شنو، هل هم مره واو تقول مارت 7 يعني. ومو بس هنا، حتى هنا كمان اللي قاعد يستهبل لما يقول لهم ان النايتس اوف بيوتي ان هم يقاتلون الوحوش وكذا، تقول له مارت 7 ما ادري سمعتوني قبل شوي اعلق. تقول له طيب تقاتل وحوش، حتى احنا نقدر نقاتل وحوش. راح يقول لها اوه يمديك اصلا انت تجين معنا، انت كواليفايد انك انت يعني مرشح على هذا الشيء انك تصيرين نايتس اوف بيوتي. مره ما قاعد يتعامل معاهم اصلا، قاعد بس كذا حتى قاعد يقول لي سلك لهم كذا مشي الموضوع بس. مره جامد داخل جو لحاله قاعد يحكي قصه كذا عن النايتس اوف بيوتي. حتى انا اقدر اسوي مرشح انك تعال تكلين معنا نايت. وهنا طبعا يبغى يصير دراما، يبغى كل شيء عنا.
شو سبوت لايت عليه كل شيء اوفر اوفر عنهم بس هذا نايت اوف بيوتي يحب الدراما يا لبي قلبي والله فديت اللي يحب الاتنشن انا لا 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 فخامه فخامه الله يا اخي يا ليت السين هذا موجود بالالتيميت حقتنا ما نشوف هذا الشيء بالالتيميت حقنا نحن نشوف هنا بس لا دقيقه هنا نحن نشوف بس هذا الالتيميت حقتنا نشوفها لكن يا ليت يا ليت هذه اللقطه تستكمل الورد تطيح والشعبات تصير ويطلع هنا بعدين يطلع الوشاح يا لبي يا ليت يا اخي نحن عندنا الالتيميت زي كذا بس فخم 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 شوف 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 التريلر شوف الفخم شوف الموسيقى اسمع الموسيقى اسمع كل شيء شو الترتيب لما اشوف النور مره زياده يبين النور كذا اخ اخ الكلام اللطيف ووو يا لبي يا لبي كالعاده طبعا يتكلم عن نفسه مو مهم احد ثاني اهم شيء نفسه واوفر دراما على نفسه بس مش مهم يكلمهم ولا اي شيء شخصية فخمة بالآخر تريلر مرة جامد عرض مرة ممتاز شيئين قهروني بس ان للأسف ان هنا الموسيقى مثل ما قلت لكم في العرض حقه بس جميل جميل هذا هذا التعليق الأولي عندي والتعليق الثاني ان الألتيميت ليتها صراحة عندنا الفريم اللي بيّن فيه الوشاح الضخم هذه هذا هذا الفريم ده ليتها هو اللي بيّن والله والله مرة 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 يا ليت لكن ما نقدر نجيب كل شيء نبيه طبعا كالعادة العموم لا تنسون تشتركون لأن إن شاء الله شرحه المفصل كامل بيجي لكم كمان لا تنسون اللايك لأنه يساعدني ويحمسني أن أكمل وأسألكم محتويات أكثر أكثر يعطيكم العافية الإمارات أحبكم كثير وأشوفكم إن شاء الله في هذا الفيديو.